السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طبيبة سيرين بوعيس، خريجة ثانوية رياضيات متحصلة على البكالوريا دورة 2024 بمعدل 18.42 بتقدير ممتاز. واليوم جيت نشارك معكم تجربتي مع عام البكالوريا. على العكس من العديد من الأشخاص، عام البكالوريا بالنسبة لي كان يعني تحدي، اللي كنت أني نحاول ناخذ المعدل اللي يسمح لي ندخل لأي تخصص حبيته. الفصل الأول يعني ارتكبت بعض الأخطاء، ما كنتش يعني نقرأ كل يوم، ما كنتش معتبرته عفسة بزاف مهمة، كنت من ذاك نقرأ من ذاك ما نقراش، وما كنتش بزاف نركز على المواد الأخرى، كنت نقرأ أغلب الوقت مات ولا فيزيك. في نهاية الفصل الأول يعني ما كانش المعدل اللي تحصلت عليه ما كانش بزاف مليح، مام في الفصول الأخرى، ولكنني ما خليتش هذا الشيء أثر عليا، لأنه كنت حاطة هدف أنه في البكالوريا نتحصل على معدل 18 فما أكثر. في نهاية الفصل الأول للأسف يعني ما تحصلتش على هذاك المعدل اللي كنت نحوس عليه، ولا معدل بزاف عالي، ولكنني ما خليتش هذا الشيء أثر عليا. حاولت يعني نركز على النقائص والأخطاء اللي درتهم في الفصل الأول باش نداركهم في الفصل الثاني والثالث وفي شهادة البكالوريا. من بين الأخطاء اللي ارتكبتها في الفصل الأول إنني ما كنتش نقرأ كل يوم، وأنا إنسانة ما نقدرش نوض الصباح، كنت نسي نضغط على نفسي باش نوض كل يوم الصباح نحفظ، وفي الأخير ما نقدرش يعني نكمل نوض، وما كنتش ثاني نسهر في الليل، ثم ما كنتش أصلا نلقى وقتاش نقرأ. يعني هذه من الأخطاء اللي ارتكبتها وحاولت نداركها في الفصل الثاني، ما وليتش نفرص على روحي، إذا قدرت نسهر في الليل وما نوضش الصباح. والحفاظة ثاني كنت نحفظ في الليل، وثاني ما كنتش نركز فقط على الرياضيات والفيزياء، كنت من داك نحفظ شوية إسلامية فلسفة، يعني اللي كان الأغلب يعتبرها مادة حفظ أنا ما كنت نشوفها مادة حفظ، كنت نفهمها يعني المقالات كنت نسي نفهم وش يعني المغزى منهم، وآراء مختلفة الفلاسفة، وهالشي بزاف ساعدني يعني في نهاية السنة. ما كنتش الأغلب يعني كانوا معتمدين على مقالة ولا زوج، أنا يعني كنت معتمدة على مقالات المقترحة، ولكنني كنت يعني فاهمة أغلب المقالات، ثم ما كنتش بزاف خايفة، كنت راح ندخل بالفهمة ماشي بالحفاظة. كأي طالب في شعبة الرياضيات كنت نركز بدرجة أولى على مادتي الرياضيات والفيزياء، وعلى الرغم من ذلك يعني ما كنتش دارة دروس خصوصية، كنت نعتمد على الأستاذ في القسم أستاذ باريزي، وكنت نتفرج أحيانا فيديوهات في اليوتيوب، وكذلك الأب تاعي ساعدني في مادة الرياضيات، كهو مفتش في مادة الرياضيات كان يساعدني ونحل تمارين ويصحح لي ويشوف لي الأخطاء. وفي مادة الفيزياء كذلك اعتمدت يعني على ليكور شهر واحد فقط، وعلى الكتب الخارجية كتأشيرة النجاح والمغني في الفيزياء وكذا الكتب الأخرى. يعني ومادتي التاريخ والجغرافيا أنا ما كنتش من يعني ما نقدرش نحفظ بزاف، ما كنت نحفظ التواريخ والشخصيات لأنه ما كانش نبدل فيهم، ولكن المصطلحات كانت عندي طريقة أخرى كنت نسي نفهمهم، والمصطلح يعني لو نعرفه لغويا وش يقصد به في الدرس، ثم ما كنتش نحفظ بدرجة كبيرة في مادة التاريخ والجغرافيا وكذا مادة الفلسفة. والخطأ الثاني اللي ارتكبته هي اللغات، يعني ما كنتش نركز عليهم بطريقة كبيرة، ثم إذا الطالب المترشح راهو يحس روحه عنده نقائص في هذه اللغات يجب تداركها قبل يعني بداية السنة، لأنه بعد ما يكونش عندكم الوقت بزاف باش تتعلموا هذه اللغات، ثم من الأفضل تتعلموها في الصيف. كما تعرفوا كامل الفصل الثالث هو مقدمة ولا امتحان تجريبي لشهادة البكالوريا، كنت يعني متخوفة من هذيك اللي في شهادة البكالوريا ان نخيروا بين زوج مواضيع، قلت بالك ما نعرفش نخير ما يبان ليش يضيع لي الوقت، وكي شفتها في الفصل الثالث كي دارونا الامتحان التجريبي عطاونا في كل مواضيع يعني موضوعين، ولقيت روحي باللي ما عنديش هذاك البروبلم، كنت نختار بكل سهولة تقريبا، خاصة في مادتي الرياضيات والفيزياء اللي اكثر مادتين كانوا مخوفيني، اخترت بسهولة يعني والحمد لله حليت مليح، والامتحان التجريبي يعني تحصلت فيه على معدل مليح، ليس المعدل اللي كنت نتسناه في البكالوريا، وهذا الشيء ما خليتوش يفشلني. بقاونا هذوك 3 سمانات اللي قبل شهادة البكالوريا سيت نكمل نراجع فيهم ماتو فيزيك ونحفظ النقائص كما إسلامية استورجي، ونراجع يعني مراجعة خفيفة برك تحضيرا لشهادة البكالوريا. وكنت نشوف يعني أغلب الناس يقرأوا يعني ماتو فيزيك يركزوا عليها بدرجة أولى، أنا يعني كنت ما خليتهمش يأثروا عليا، كنت نشوف روحي مليحة في هذه المادتين، تسمى ما كنتش نشوف يعني اللي يقراهم بزاف، كنت نركز أكثر على نقائص نتاوعي اللي هما المواد الأدبية ومواد الحفظ، وكذلك ما أهملش يعني الرياضيات والفيزياء بالتأكيد، كنت نضرب عليهم طلع على طلع. وأهم شيء يعني نقدمه لكامل المترشحين
السجية تاع البكالوريا هم افضل مرجعين يعني تحلوا منهم، ما تشوفوش سلاسل في الاشهر يعني في الاسابيع الاخيره، ما تشوفوش الكتب الخارجيه ولا اللي يحطون في الفيسبوك، ما تشوفوا والو، عليكم بالبكالوريات فقط في كل المواد. يعني هما راح تشوفوا منهم النيفو الباك كيفاش راح يجي، طريقه الاسئله، طريقه الطرح. انا نشوف باللي البكالوريات هي اكثر شيء ساعدتني خاصه في الرياضيات والفيزياء. في الفتره الاخيره قبل شهاده البكالوريا يعني توصلت الى عده نتائج، منهم انه احنا كانت عندنا فتره معتبره 3 أسابيع يعني تكفيني نراجع ونحفظ وندير كلش. عندي جملة من النصائح اللي هي في الاجتماعيات ما تعتمدوش على الحفظ فقط، الاجتماعيات هي ثاني مادة تعتمد على الفهم، سواء في المصطلحات سواء في الدرس ككل، يعني الحرب الباردة والثورة الجزائرية مواضيع جد يعني مهمة وتستمتعوا انتم تقراوا فيها، مش لازم تحفظوها، تقدروا تفهموها وتفهموا تسلسل الأحداث راح يساعدكم بزاف. كذلك مادة الفلسفة افهموها، ما تعتمدوش على الحفظ، الحفظ في الأقوال فقط والمواقف الشخصية، ولكن يعني الحجج والخاتمه والتركيب هذا الشيء يرجع لكم نتوما والفهم تاعكم. مادتي الرياضيات والفيزياء ما تهملوهاش، يعني اضربوا عليها طله من مره على مره، شوفوا القوانين باش ما تنسوهمش. كذلك ماده الفرنسيه والانجليزيه حلوا فيها بعض المواضيع، توري لكم يعني كيفاش حيكون النيفو. كذلك ماده الاسلاميه شوفوا المواضيع وما تعتمدوش فقط على الحفظ، اعتمدوا على الفهم كذلك في كل مواد. في الأسابيع الأخيرة قبل شهادة البكالوريا ننصحكم يعني تعتمدوا على المراجعة الفردية، ما تروحوش تقرأوا مع دي غروب ولا الأصدقاء نتاعكم، اعتمدوا على أنفسكم فقط لأنه ما بقاش الوقت. كذلك يعني شوفوا هذه فترة لمراجعة نقائص وحل المواضيع، يعني ما بقاش وقت المراجعة أصلا، كي تحلوا المواضيع راح تكونوا تراجعوا الدرس وممتون تتعلموا طريقة الإجابة والمنهجية. وكذلك ركزوا بزاف على المنهجية خاصة في مادة العلوم الطبيعية وفي الاجتماعيات كذلك. يعني أنا اعتمدت هذه الفترة كما قلت لكم، كنت نراجع فيها نشوف واش عندي نقائص نحل فيها المواضيع تجهيزا لشهادة البكالوريا. شهادة البكالوريا يعني مرت أسبوع كان بزاف مليح، ما كنتش خايفة فيه، يعني أكيد راح يحكمكم هذاك الخوف والتوتر، لكن ما تخلوش يسيطر عليكم لأنه الخوف هو يعني عدو النجاح. راح إذا سيطر عليكم الخوف راح تنسوا كامل الأفكار تاعكم، تنسوا كامل واش قريتوا، ثم ما تخافوش وما تخلوش يسيطر عليكم. هذو كل الاسابيع يعني ما تركزوش في اللي حذاكم راهم يحلوا، ركزوا في انفسكم فقط والورقه نتاعكم فقط. تاكدوا ثاني من رقم التسجيل وكلش، وحلوا يعني ما تركزوش على حتى واحد، ركزوا على انفسكم، نظموا الوقت نتاعكم يعني باش ما تدوش وقت في تمرين ومن بعد ما يبقى لكمش الوقت في الاخير ويحكمكم توتر. اقسموا الوقت نتاعكم ونظموه ونظموا الورقه كذلك لانه لها دور كبير في النقطه يعني النهائيه. اسبوع البكالوريا يعني جاز بكل اريحيه وكان بزاف اسبوع مليح وفيه يعني الانضباط والتنظيم. في الاخير الحمد لله يعني فتره انتظار النتائج كانت فتره صعبه يعني الحقيقه، فيها توتر وكنا نخافوا شحال حندو، ولكن انا ننصحكم في هذه الفتره تبداو البحث نتاعكم على واش راكم حابين ديروا في المستقبل، لانه انا مور ما عطوني النتائج شويه واجهت صعوبه في الاختيار، ولكن يعني الحمد لله في الاخير يعني اخترت تخصص الذكاء الاصطناعي، كما نعرفوا كامل راهو تخصص جديد يعني ومطلوب في العالم اجمع. وننصحكم انتم تحوسوا على التخصص اللي تشوفوا رواحكم فيه في المستقبل. وفي الاخير نتمنى تكونوا استفدتوا من التجربه نتاعي، وبالتوفيق في امتحان شهاده البكالوريا 2025.